أكيد أن البلاغ الأخير تيمشي في السياق اللي اعتمدته التنسيق الخماسي من أجل الدفع بالوزارة إلى اتخاذ حلول جذرية لمجموعة من المشاكل بين مشكل الأسد الأفريقي والتعاقد، وأيضا مجموعة من المشاكل المتراكمة منذ 2011 وفي الولايتين ديال هذه الحكومة اللي أصبح فيها التسويف والمماطلة وعدم تلبية المطالب المشروعة للأسرة التعليمية هو ما يميزها. إذا من هذا المنبر من خلال جميع المناضلين للجامعة التعليم نقول بأننا يدا في يد مع الأسرة التعليمية من أجل حل كافة المشاكل، إذا أردنا أن يستقر الوضع وأن تكون لنا منظومة تعليمية تخدم الوطن، تخدم التلاميذ، تخدم الأسر، وتخدم الرجل الأساسي في هذه العملية وهو الأستاذ الذي يعتبر هو حجر الأساس لأداء الواجب المهني في أحسن دور. السلام عليكم. تحية نضالية لجميع الأساتذة الأحرار والحرائر، وتحية لجميع المواطنين أو المجتمع المدني اللي وعى بالقضية ديالنا كأساتذة فرض علينا التعاقد. إذا اليوم نأخذ واحد الشكل نضالي آخر من الأشكال النضالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمدينة 16. اليوم ستكون إن شاء الله مسيرة بالشموع استجابة لمخرجات المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية، بعدما كانت هذه العشية مخصصة لتوزيع المطويات في جميع الشوارع وأزقة المدينة للتعريف بالقضية ديالنا. اليوم كما يعرف الجميع وكما يعلم الجميع القضية ديالنا وصلت الباب المسدود نظرا لتعنت الوزارة وتعنت الحكومة على الاستجابة للمطالبين العادلة ومطلبين العادل اللي هو الحق في الإدماج. اليوم احنا من هذا المنبر ومن هذه المنابر اللي كنحييها بصراحة أنها متفاعلة مع الأساس الذين فرض عليه التعاقد، أننا نؤكد للمواطنين، نؤكد للمجتمع، نؤكد لكل واحد أنه مهتم بهذا الملف أننا ما كاين لا ترسيم لا والو. لحد الآن ما كاينش الترسيم، اللي كاين هو أنها مغالطات، والوزير والناس اللي معاه جاوا واحد 14 تعديل، هذا 14 تعديل بعيد كل بعد على النظام الأساسي ديال الوظيفة العمومية. إذا الوزير انطلاقا من الأسبوع الماضي أنه اجتمع مع خمس نقابات، هي خمس نقابات الأكثر تمثيلية. هاد النقابات احنا اليوم مثلا اليوم احنا محتاجين للدعم ديال جميع القوى الحية، محتاجين لجميع النقابات ومحتاجين لجميع الأحزاب السياسية، ولكن هذاك الاجتماع اللي كان الوزير مع النقابات الأكثر تمثيلية المخرجات ديالو كيف صرحت لجميع المنابر الإعلامية المخرجات ديالو ما كتعنيناش ولا تلزمون، لأنه غيب في الحوار الأساسي الذين فرض عليهم التعاقد اللي احنا معنيين بهذا الملف أكثر، بمعنى أن هذيك المخرجات لا تلزمنا وما كتعنيناش، وخاصة أن الوزير عطى الأمر ديالو بانعقاد 12 مجلس إداري في نهار واحد، وهذا لا يعقل، والقانون كيقول أن الوزير يجب أن يترأس هذه المجالس الإدارية، فكيف يعقل أن 12 جهة 12 مجلس إداري أنه اجتمع في نهار واحد، والوزير بحكم أنه وزير وسيع القطاع خصو يترأس هذه المجالس الإدارية، وهذه المجالس الإدارية اللي صادقت اليوم على النظام الأساسي لموظفي الأكاديمية. حنا النظام الأساسي من النهار الأول كنقولوا لهم حنا رافضين النظام الأساسي، رافضينه رافضا تاما، وما يمكنش نتفاوضوا عليه وما يمكنش أصلا نناقشوا. إذا المطلب ديالنا هو الإدماج في الوظيفة العمومية وما فاكش على الوظيفة العمومية. وكرسالة أخيرة اللي بغيت نوجهها للمجتمع المدني وبغيت نوجهها للآباء والأولياء الأمور الأولياء ديال هاد التلامذ، أننا في الأول في الحراك ديالنا الأول ولا في الاحتجاجات الأول ديالنا راه خرجات من القيصر، كنا كناضلوا بشارة حمراء من داخل الأقصر وكنا تنديروا المسيرات في العطل وأيام السبت والحد. اليوم خرجنا من القسم لأننا تقهرنا،
لاننا تقرنا وضروري خصنا باش نوصلوا الرساله ديالنا لصناع القرار. اليوم خوينا القسم واعتقد اننا امام سنه بيضاء. اليوم تناخذوا الاضراب للاسبوع الثالث، وهاد الناس اللي ما جلسوش على الحوار وما لقاوش حل اللي هو الادماج في الوظيفه العموميه، احنا راه مازال غادي نصعدوا ومازال غناخذوا اشكال نضاليه اخرى، اليوم احنا ما تناضلوش على الادماج في الوظيفه العموميه فقط، اليوم احنا تناضلوا على مجانيه التعليم، تناضلوا على المدرسه العموميه، وتناضلوا على الوظيفه العموميه. كيف يعقل اليوم كيقول لك ان المديريه عندها الاستقلال المالي؟ وحنا احنا باحثين في القانون، اذا المؤسسات العموميه ذات الطابع الاداري ما عندها الاستقلال المالي، اذا مازالت تاخذ البي جي من الدوله، واليوم هاي كتخلص الاساتذه غدا ما لقاش باش تخلص الاساتذه شنو غدير؟ اذا غتعيط على اباء واولياء الامور وغادي يبداو يخلصوا، وغادي يخلصوا على المدرسه العموميه باش تخلص الاساتذه. اذا اليوم نقولها لصناع القرار السياسي، نقولها للمره الالف، نحن ما كنتفاوضوا على حتى شي حل الا الادماج في سلك الوظيفه العموميه. رشيد رشيد رشيد